من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مش هكلمه على الدوري ولا هكلمه على البطولات، لكن هتكلم على نقطه مهمه. في بدايه الموسم النادي الاهلي كان اكيد في تعاقدات النادي الاهلي بيطرحها بعض اللاعبين. هذا الرجل الدكتور احمد ابو عبله تحمل الكثير من الامور في رفضه لبعض اللاعبين ورفض النادي الاهلي للتعاقد معاهم مع بدايه الموسم. ثبتت الايام وجهه نظره وثبتت وجهه نظر مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور احمد برحب بيك على قناه النادي الاهلي، اكيد ما كنتش متوقع ان انا اتكلم في الامر ده، تتكلم على الدوري ابارك لك على الدوري، لكن كان مهم جدا النهارده ان احنا نوفيك حقك في نقطه مهمه جدا، لازم النهارده نرد لك حقك في يعني قصه عدم التعاقد مع بعض اللاعبين في بدايه الموسم. والله يا فاروق يعني شكرا الاول طبعا للمقدمه الجميله ديت، والحمد لله وفضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا، ويعني بشكر مجلس الاداره، بشكر الكابتن محمود الخطيب، بشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا عشان نقدر نأدي مهمتنا دي، بشكر الجمهور العظيم طبعا اللي هو يعني ورا فريقه في كل مكان والدعم الاول والاصلي والاساسي لينا في كل حاجه. يعني احنا بنعمل شغلنا، احنا بنعملش حاجه اكتر من كده خالص. وعدنا الناس ان احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعلي المصلحه العليا دايما زي ما اللي قبلنا عملوا للفريق وللنادي. كشف طبي، احنا زي ما قلنا في الاول خالص برضو لما كان في كلام كتير على بيرستاو وكان ان هو عنده اصابه مزمنه والناس كانت مشككه في الصفقه ديت، وهل احنا قبلناها طبيا وكده، وكنا نطلع ونقول يا جماعه لا ما فيش الكلام ده، احنا عملنا الكشوفات بتاعتنا واحنا مؤسسه طبيه، احنا مش دكتور بس، احنا فريق كامل بنعمل كل الفحوصات، بنعمل كل الاشعاعات، بنعمل كل التحاليل قبل ما اي صفقه تيجي. انا عايز اطمن جمهور النادي الاهلي، ما يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربنا يوفقنا في مهمتنا، وان شاء الله مفيش حد يدخل النادي الاهلي غير لما يكون سليم تماما 100%، سواء اللي جم قبل كده او ان شاء الله باذن الله يا رب اللي هيجوا بعد كده ان شاء الله. امام عاشور اجرى الكشف الطبي، عايز اطمن برضو من خلال حضرتك، عارف ان في تواصل ما بينك وما بين الدكتور محمد ابو العلي. طبعا يا فاروق، يعني زي ما قلنا وبنقول تاني، ما فيش صفقه بتدخل النادي الاهلي غير لما نكون مطمنين عليها 100% انها امورها الطبيه ممتازه، وزي ما برضو قلنا قبل كده وبنقول تاني ان في بنود في العقد بتقول ان هو لا يفعل العقد الا بعد اجتياز الكشف الطبي الكامل. نطمن يا جماعه تماما، ما فيش يعني مش عايزين حد يشكك في الشغل بتاعنا، احنا بنحاول والله نعمل كل حاجه باقصى جهد وباقصى يعني سبل علميه واساليب وادوات ممكن نقدر ان احنا نعرف بيها كل حاجه، يعني سواء بقى اشعاعات او قياسات حتى للاعبين. فا طبعا الناس تطمن، احنا كل اللاعبين اللي جايين ان شاء الله باذن الله هيتم الكشف عليهم. في اجزاء تم طبعا، تواصلنا مع الاطباء المعالجين لكل اللعيبه اللي بتيجي بحيث ان احنا ناخد تقارير تدينا برضو يعني ايه اللي احنا ممكن نعمله زياده، ايه اللي احنا ممكن نفكر فيه زياده. تواصلت مع الدكتور محمد ابو العيله وعلى اساس ان هو كان الطبيب المعالج لامام عاشور في الفتره اللي فاتت، والحمد لله الامور كلها مطمئنه الحمد لله. عايز تقول ايه بقى للبيتك الصغير؟ انا عارف البيت الكبير بيت النادي الاهلي، لكن هم يعني اكيد وقت كتير جدا، حياه كوره صعبه، معسكرات ومباريات، عايز تقول لهم ايه النهارده؟ والله انا بشكرهم، يعني هم اللي في ظهري وهم اللي بيساعدوني وهم اللي بيستحملوني في الـ في الـ في, الـ في الشغل بتاعنا. انت عارف ان احنا مواسم ثلاث سنين تقريبا، يعني اجازات قليله جدا جدا بالنسبه لنا احنا، حياه الاطباء كمان بتبقى مختلفه شويه، في شغل جوه النادي، في شويه حاجات بره النادي، فبنحاول ان احنا نعمل باخلاص وهم اللي بيستحملونا، يعني لو ما فيش التحمل ده، ما فيش الدعم ده، طبعا مش هنقدر نأدي مهمتنا. فبشكرهم طبعا، يعني الشكر لربنا الاول وهم رقم اثنين طبعا. يا دكتوره عايزه تقول ايه بقى للدكتور احمد النهارده؟ واعتقد يعني النهارده جزء مهم جدا ان تكونوا موجودين شركاء هذا النجاح، النجاح ليس الفرد ولكن للاسره كلها. هقول له ايه؟ مبروك. بس والله مبروك، يعني الحمد لله بقينا نسمع كلام كويس عن الطب الرياضي، وبسببه طبعا وبسبب الدكاتره اللي عندنا في مصر، فالحمد لله يعني مبروك والله. مليون مبروك، ودايما في افراح ودايما النادي الاهلي بيجمعنا في بطولات. انا بشكرك يا دكتور احمد، ودايما موفقين باذن الله، وان شاء الله يعني ربنا ييسر في البطولات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله، يعني كان موسم جميل، كان موسم احنا الحمد لله يعني الحمد لله يا رب تقريبا العلامه الكامله. ان شاء الله يا رب كل اللي جاي كده واللي جاي يبقى احسن كمان من كده ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم. مهم جدا يعني ان احنا يكون لينا لقاء طبعا مع الدكتور احمد ابو عبله، زي ما قلت لحضراتكم دور كبير جدا الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.